السلام عليكم، مرحبا بكم. انا منتصر وانتم على قناه اوبتيمو غاسترو ار. اليوم ان شاء الله غادي نعمل العجه اللي هي التورتيه. غنعملوها بمطيشه والبصل والمعدنوس، طبعا الملح والبيض ضروريين. عاده العجه او التورتيه كنعملوها بالبطاطا او البطاطس، اليوم اخترنا نعملوها بمطيشه خضراء. اذا عندنا ثلاثه المطيشات اللي غنقطعهم صغار، عندنا البصله كذلك اللي غنقطعها صغيره، والمعدنوس حتى هو غادي نقصوه صغير. غادي نخلطوا البيض مزيان مع الملحه، نزيدوا عليه ديك المطيشه وداك البصله وداك المعدنوس، ونحركوا الكل يرجع متجانس يعني خلطه واحده. ومن بعد غادي نعملوه في المقله وغادي ننتظروه بهدوء يعني يطيب على نار مهيله. وهذه العجه الجماليه ديالها هي ان مطيشه اللي فيها كتبقى تقريبا خضراء، ما كطيبش مطيشه، كيطيب غير البيض، كنتظروا غير البيض يطيب. بعد ما كطيب من واحد الجهه كنعملوها على الغطاء المقله ديال الطنجره بحال دائما بحال العاده، وكنقلبوها وكنعملوها في المقله. اذا هذه العمليه هذه كتستغرق منا ماشي بزاف الوقت، يعني ما كتطلبش شي وقت كثير، وكتجي شي حاجه لذيذه وشي حاجه مغايره. يعني الانسان اذا غيقدم للوالد ديالو ولا للزوج ديالو ولا للام ديالو ولا هادي، كيقدم لها شي حاجه مزيونه من العشاء، وما كتحس براسه الانسان انه مريض وكياكل حاجه مريضه، وانما ديال المرضى، وانما كياكل شي حاجه مغايره. اذا بعد ما خليناها تطيب على نار هاديه غادي نقلبوها مباشره في التبصيل، وها حنا بالعجه ديالنا جاهزه للتقديم. اللي بحال الغايات بحال دائما، انا عندي الشوربه الخضره واحد الحاجه ضروريه مع الوجبه ديال العشاء ديالي، طريف الخبز الشعير، عندنا دانون السوس، عندنا شويه القرقع، وتبارك الله الله يخلف. فرصة سعيدة، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى إن شاء الله، وفي وصفات أخرى إن شاء الله. أنتم على خير.